واحد بامكانيات ايمن اشرف بقدراته يعني بمسيرته الرائعه مع النادي الاهلي، ايه السر انه ما يشاركش حتى ولا دقيقه هذا والله الموسم؟ بص ما انا ما حاولتش اقدرش، تتكلم مع كولر مثلا؟ انا ما اقدرش اقول لك يعني سبب معين، لان هو في الاخر الراجل طلع تصريح كان في حد بيساله وقال ان ايمن بالنسبه لي رقم 5، فانا محترم ده بالنسبه لي. يعني هو كل محترمه، واحد تمام. محترم، انا محترم ده لان هو مدير فني نادي الاهلي فقال كده، فخلاص انا اللي عليا بعمله في التمرين بجتهد وبشتغل، لان انا مش هعرف ارد غير في ايمن اشرف ما يعرفش يرد غير في الملعب. انا ما اقدرش ارد في زي يعني بتختلف الشخصيات، انا أكيد. شخصيتي ما اقدرش مثلا اعمل تصريح، ما اقدرش اعمل رد فعل، انا دي شخصيتي يعني ما اقدرش. لكن هو ايه السبب مش عارف، يعني يمكن هي دي حاجه، ممكن يكون هو مثلا زعل مني شخصيا من حاجه، او زعل مني في الملعب من حاجه، او ما انا ما حاولتش بعملش تستفسر حاجه. يا أيمن منه؟ اتكلمت معاه كتير طبعا، يعني انا اتكلمت معاه كتير، لكن يعني كنت لسه راجع من المانيا بعد الاصابه، قال لي انت لسه راجع من الاصابه، تمام. بعديها قعدت معاه قال لي انت لسه بدنيا لسه مش واقف على رجلك، بعديها لا انت لسه محتاج ناقص كذا حاجه محتاج تعملهم، يعني كلها اسباب ورا بعض. بالنسبه لي كايمن يعني وجهه نظر، بس هي بالنسبه لي كايمن مش مش مقنعه، منطقية. مش منطقيه مش مقنعه بالنسبه لي، لكن في الاخر هو اللي بيقود المجموعه أكيد. ووجهه نظره، لكن زعلان هي مش منه أيمن؟ مقنعه زعلان من كولر؟ بص هو انا زعلان طبعا، يعني مش هقول لك ان انا سعيد، انا زعلان جدا، زعلان جدا، لان انا كنت استحق ان على الاقل فرصه في ماتش، يعني كنت استحق باسمي وبالتاريخ اللي انا عملته، لا يعني فرصه في الملعب حقيقيه، يعني فرصه حقيقيه في ماتش يعني. لكن في الاخر وجهه نظر وبحترمها، يعني انا بحترمه دي جدا حاجة جميلة وبحترم جدا في وجهه الحقيقة. نظره في الاخر، وانا الحمد لله خرجت من الباب الكبير في النادي الاهلي، صح. ودي حاجه يعني الواحد لو انا كنت مرتب الخروج ده ما كنتش اعرف ارتبه كده، فقدر ربنا دايما بيجي الحمد لله كله خير، فانا خارج الحمد لله كبير، صح. والناس كلها حباني والناس كلها فخوره بيا، فدي حاجه بالنسبه لي كبيره الحمد لله. أكيد وصل لك تفاعل جمهور النادي الأهلي بعد يعني الفيديو بتاع النهارده واحتفال لاعبي النادي الأهلي بيك وتوديعهم ليك بشكل مؤقت كلاعب كرة قدم في النادي الأهلي، رأيك إيه في رد فعل جمهور الأهلي على الأجواء بتاعة النهارده دي؟ والله يمكن الظروف اللي انا مريت بيها السنه دي خلتني اكتشف مدى حب جمهور النادي الاهلي ليا، فدي حاجه برضو من الايجابيات، يعني انا دايما اخد الامور بايجابيات بايجابيه يعني، فانا بالنسبه لي حب جمهور النادي الاهلي ليا دي حاجه عزيزه جدا، وكفايه يعني كفايه عليا حب جمهور النادي الاهلي، يعني كفايه عليا حب جمهور النادي الاهلي، ويا رب دايما يعني اكون ذكرى بالنسبه لهم كويسه. بس يعني ده الواحد في الحياه عموما بيجتهد ويتعب عشان يبقى ليه جمهور بيحبه، صح. فالحمد لله يعني دي من الحاجات الايجابيه اللي انا مبسوط بيها يعني. أكيد.